شو كان تحكي لنا تو؟ انت شاب وشفنا شباب هوني، كيفاش وضعيه الشباب في منطقه زعفران؟ والله بالنسبه للشباب في منطقه زعفران الشباب كلها بطال، يعني الناس الكل بطالة، فهمتني؟ ولا برشا دو شباب ما عندهم ما يخدم، كان القهوة يقعد في القهوة ولا، فهمتني؟ ولا حتى كان ناس تحب تسرق، ناس تحب تخطف، ناس تحب، فهمتني؟ ولا بالنسبة للسلطة الجديدة متولي سلطة باهية لما ينحوا منها أي عضو كان في التجمع، فهمتني؟ ما ينحوا منها أي عضو كان في التجمع، سواء محمد الغنوش، سواء أي الوزير الأول، وزير الداخلية، تصوروا في بالك كان في التجمع ينحوا، في بالهم نحوا الولي الكل في تونس، فهمتني؟ ولا الوالي ردوهم كلهم متجمع. نرجعوا تو نحكيو ساعة على الأوضاع الاجتماعية، خاطر هذه هي البيئة الفايدة، منطقة زعفران تو فيها دور، سامحني، نحكيو على قضيتكم أنتم، مطالبكم أنتم، المطالب السياسية هذيك عندها جهة أخرى، مطالب اجتماعية ليكم أنتم، شو طالبين؟ عندكم يا ندادرو ثقافة، عندكم بلايص فين تخدموا، الفلاحة كي تمشيو تخدموا في الفلاحة، تلقاو مساعدة، تلقاو شكون يمدلكم يديهم؟ أخو سيدي ما فماش حتى مساعدات، ما فماش فلاحة في البلاصة هذي. ما فماش فلاحة، اللي تلقاه فلاح، فهمتني؟ ولا تلقاه مسكين يا ما عندوش ضوء، يا تلقاه ناقص دواء، يا تلقاه ناقص برشا حاجات، فهمتني؟ ولا يعني ما فماش فلاح وما فماش تشجيع خلاص. وزادك البلايص المنسية تو كيف زعفران بعيدة على القروان شوية، فهمتني؟ والجبيلات حتى تدخل ولاد أحمد يعني بلايص هنا كاينة كلهم يعانوا، أقسم بالله فما شكون تسكن فكيين، فما شكون عباد مازالت تسكن فكياب، وناس تسكن ادخلوا الداخل تلقاها ناس ما عندهاش لا ضوء ولا ما لا عندها شيء، تمشي تورد نساء ترجع قبل تمشي تعبي بادين وتمشي تورد، فهمتني؟ ولا يعني ما ثماش مساعدات خلاص، وما ثماش. شنو تطلب منهم في الظروف الاجتماعيه هذه الصعيبه؟ شنو تطلب من الحكومه الجديده؟ تطلب منهم ما ضوء مواطن عمل؟ شنو بالضبط؟ والله نطلب منهم مواطن عمل للشباب الكل، خاطر الشباب اذا ما لقاش باش يخدم راهو معذور باش يسرق ولا يخطف ولا يفك، ولا معذور الشباب. اما وزاد نطلبوا منهم شويه مساعدات للفلاح، حتى الفلاح صغار كيما هكا كيمشي يعمل، فهمتني؟ ولا يفلح بلا ما باش يصور تو يعمل، لازم يعاونوهم شويه، هاو يشري سيارات يهبطوا لهم الضوء، يعاونوهم في برشا حاجات مثل شويه دواء، يعطوهم قروض، فهمتني؟ ولا وشباب، فهمتني؟ ولا يحسنوا لهم، فهمتني؟ ولا في برشا حاجات، يعملوا لهم دور ثقافه، يعملوا لهم قاعات العاب، يعملوا لهم علاش ديما في القهوه تو شاب يخرج، فهمتني؟ ولا ما الدار ما عندوش شاب ما يقعد في القهوه لين يروح، ثم شاب على شاب، نعرف شباب هنا كينا مرض نفساني والله بالحق، شباب مرض نفساني من الفد يعني ومن القلق من البلاصه، انا ديما في فرد بلاصه مرض نفساني. ان شاء الله سيدي يعطيك الصحه.